بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي نواصل فيه بحول الله تعالى وتوفيقه حديثنا عن الحج وأحكامه من خلال الأسئلة التي ترد إليكم، ومن خلال بعض الأسئلة التي توجد أمامنا الآن، وكذلك من خلال الموقع الذي يدفع إلينا بأسئلة المتابعين. أرقامنا تجدونها ظاهرة بين الحين والآخر، ولربما سنذكر بها لاحقا بحول الله. ضيفنا هو سماحة الشيخ الجليل العلامة أحمد بن حمد الخليلي، المفتي العام للسلطنة. أهلا ومرحبا بكم سماحة الشيخ. وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. سماحة الشيخ، ربما سنبدأ بهذا السؤال. الحج فريضة متأخرة من حيث التشريع، ولا شك أن لهذا حكمة أيضا، وهي تعد كما يقول بعض العلماء من أفضل العبادات، وأيضا هي بالنسبة للمكلف متأخرة من حيث الأداء على اعتبار أو على قول القائلين بالتراخي. والذي يلاحظ أن المسلم أو أن بعض المسلمين يؤدون هذه العبادة دون استعدادات قبلية أو بعدية. فإذا كانت فريضة الحج متأخرة من حيث التشريع ومن حيث التكليف بالنسبة للمكلف، نحن نود أن نقف أو تقف بنا على بعض هذه الحكمة لنعبر من خلال ذلك إلى ما ينبغي على المسلم أن يعد له نفسه لأداء هذه الفريضة حتى يعود بكثير من الفوائد التي ترتجى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن حيث التشريع، نعم، هذه الفريضة شرعت في مرحلة متأخرة، وقد كان حج النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر عمره، والظروف قبل هذه المرحلة لم تكن مواتية لأن يحج النبي صلى الله عليه وسلم ويحج المسلمون. ذلك لأن البيت الحرام كان في قهر قريش الذين كانوا يحولون بين المسلمين وبين مبتغاهم من الوصول إلى هذا البيت المحرم، كما فعلوا ذلك في عمرة الحديبية إذ صدوا النبي صلى الله عليه وسلم وصدوا المؤمنين معه عن الوصول إلى البيت الحرام. ثم وقع الصلح بعد ذلك على أن تكون العمرة التي عرفت بعمرة القضية. ومهما يكن، فإن العلماء لم يتفقوا أيضا على مشروعية تأخير وقت، بحيث إن الإنسان يؤخرها من وقت إلى آخر حتى يمضي عمره أو تمضي فترة شبابه وقوته التي يتمكن فيها أن يؤدي هذه الشعيرة ويهجم عليه المشيب ويحل به الضعف فلا يتمكن من أدائها على الوجه المشروع. نحن نرى على أي حال ما يدل على أن المسارعة إليها مأمور بها، ينبغي للإنسان أن يسارع إليها مهما كان من قول بأنها فريضة متراخية من حيث الوجوب كما هو قول طائفة من أهل العلم، إلا أن هناك قولا آخر بأن هذه الفريضة ليست متراخية، وإنما من كان واجدا لما يبلغه البيت الحرام فليس له أن يتأخر أو يؤخر أداءها من حال إلى حال. وهذا هو المروي عن عمر رضي الله تعالى عنه إذ حاول أن ينظر كل من كانت له جدة ولم يحج فيضرب عليه الجزية وقال ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. ولكن مهما يكون، فإن هذه الفريضة إنما تجب على الواجد القادر على أدائها، إذ الله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالاستطاعة لا بد منها، والاستطاعة كما جاء في بعض الروايات هي الزاد والراحلة، ولكن لا بد من أن تكون الاستطاعة البدن أيضا متوفرة عند الإنسان بحيث يتمكن من الذهاب إلى هناك.
وكذلك من حيث عدم وجود العوائق التي تحول بينه وبين الذهب. فمع وجود العوائق ومع وجود الموانع البدنية، مع وجود القوة المالية، وجود الاستطاعة المالية، فهل يجب على الإنسان أن ينيب غيره أو لا؟ هذه المسألة مما وقع فيه الخلاف بناء على الاختلاف في تحليل الاستطاعة، إذ العلماء مختلفون في تحليل الاستطاعة. هل هي مجرد الزاد والراحلة كما جاء في الرواية، أو لا بد مع ذلك من قوة البدن، ولا بد مع ذلك من أمان الطريق، إلى غير ذلك مما اختلفوا فيه؟ نعم. طيب، بالنسبة للمسلم عندما يؤدي هذه المناسك، ويعني أو نتحول إلى سؤال آخر ربما سيكون أيضا مرتبطا بهذا الجانب. بعض مناسك الحج مرتبطة بمواقف تاريخية حصلت لإبراهيم عليه السلام ولزوجه هاجر ولبعض الأنبياء. الآن يعني كيف يستلهم المسلم، أو كيف يستحضر المسلم تلك المواقف التاريخية ويأخذ العبرة، وماذا يراد من ربط، إذا بينتم الحكمة، من ربط تلك المناسك بتلك المواقف التاريخية؟ لا ريب أن تلك الإراثة الطاهرة هي سجل حافل بالأحداث التاريخية التي لها أثر كبير على نفس المؤمن. فبداية من عهد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، عندما جاء إبراهيم عليه السلام بولده إسماعيل في طفولته وتركه مع أمه هاجر عليهما السلام في ذلك المكان، اختبارا من الله سبحانه وتعالى، وحصل ما حصل من إشراف ذلك الطفل وهو إسماعيل على الهلاك لعدم وجود الماء، فكانت هاجر تتردد جيئة وذهابا بين الصفا والمروة، فشرع من أجل ذلك السعي بين الصفا والمروة تخليدا لهذه الذكرى، وتبصيرا للناس بما يؤول إليه أمر الصبر عند الصابرين، ومرورا بما حدث من تشييد قواعد البيت من قبل إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وكان يرددان دعاءهما وابتهالهما إلى الله: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ثم في نهاية المطاف ما كان من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء وجهر بدعوة الحق وصدع بها على مسمع ومرأة من قريش في ذلك المكان، بعدما أنزل الله تعالى عليه قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين، فجاء إلى الصفا ورقى إلى ذروته ونادى في قريش وصباحه، فاجتمعوا من حوله وقالوا: إن بالرجل أمرا. فقال لهم: أرأيتم أن لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الجبل مغيرة عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا له: ما جربنا عليك كذبا. قال لهم: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فبادره عمه أبو لهب بتلك البادرة السيئة عندما قال له: تبا لك سائر اليوم، لهذا جمعتنا. فأنزل الله ما أنزل، وكانت هذه بداية المواجهة بين دعوة الحق التي نادى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين عتو قريش الذين صدوا عن الإصراء عن هذه الدعوة، واستكبروا استكبارا ووقفوا في وجه هذه الدعوة، وحرصوا على أن يحولوا بينها وبين مسامع الناس. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يواصل ليله بنهاره من أجل تبصير الناس بالحق ودعوتهم إليه وتعريفهم به، يدعوهم إلى الله وإلى الإيمان به وباليوم الآخر. وكانت هذه الدعوة يكاد صوتها الخافت
يحال بينه وبين الأسماع بذلك الضجيج الذي كانت تثيره الجاهلية لأجل حيلولة الناس عن قبول هذا الحق والإصغاء إلى هذا الصوت. ولكن هذا الصوت الخافت الذي بدا أول الأمر ضعيفا على تلك الأصوات الصاخبة وصلت هذه الدعوة إلى حيث وصلت، ولم يألو النبي صلى الله عليه وسلم جهدا، ولم يألو أصحابه الذين آمنوا به والتفوا من حوله جهدا في إيصال هذا الحق إلى الناس. فكانت تلك النقلة التاريخية التي محت آثار الجاهلية من الجزيرة العربية وحولت الجزيرة بأسرها إلى قلعة للإسلام، وانطلق منها نور الحق ليشع في العالم وليطوي سجاف ظلمات الجهل والجاهلية. فهذا فيه عبرة للمؤمن، فإنه عندما يفد إلى هذه الأماكن التي تحفظ هذا التاريخ لا ريب أنه يستشعر هذه المواقف العظيمة ويعود بزاد من الإيمان وبزاد من قوة اليقين بأن الله تعالى بالغ أمره، ومهما يكن من تحدي الجاهلية ووقوفها في وجه الحق فإن الحق يعلو على الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وهذه هي سنة الله تعالى في خلقه. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. هناك بعض الأسئلة الحقيقة، ولعل هذه الحلقة ستكون الحلقة الأخيرة فيما يختص بموضوع الحج، خاصة وأن الناس بدأوا يتجهون أو أن بعضهم سيتجه بعد أيام أيضا إلى الديار المقدسة لإداء هذه الفريضة. جزئية مهمة نود التحدث فيها في مسألة التعاون بين الحجاج أنفسهم. ربما قد يتكل البعض على الجهة المسؤولة التي تخدمه في الكثير من الأشياء، وهذا الاتكال يدفعه إلى أن تكون لغته لغة النقد فقط لما يحدث وما يجري، فيحدث نوع من التقاعس عن أداء المهام وعن التعاون فيما بينهم، بحيث هذه الاتكالية تدفع الناس إلى أن يكونوا تكون بعض المظاهر غير طيبة في أوساطهم. ماذا ينبغي؟ لعل الحج له خصوصية فيما يتعلق بالتعاون، خاصة التعاون والتآزر فيما بين الحجاج. ماذا ينبغي على الحجاج في تلك اللحظات، خاصة عندما يؤدون المشاعر؟ الحج يؤمر من أول الأمر أن يخرج من داره وهو يستشعر تحولا إلى منعطف تاريخي جديد من حياته، لأنه يقلب صفحة حياته من الشر إلى الخير، ومن الفساد إلى الصلاح، ومن تعلق بالدنيا إلى زهد فيها. وحسبه من مظاهر ذلك أنه يترك زينة هذه الحياة الدنيا في فترة أحرامه ويتجرد في ثوبين هما أشبه بأكفان الموتى، وهذا مما يغرس في نفسه خشية الله تعالى ويغرس في نفسه التعلق بالدار الآخرة. فلذلك ما ينبغي للحاج وهو يقف في هذه الأراس أن يكون همه انتقاد الآخرين وتصيد العثرات إلى غير ذلك مما يبدر من كثير من الناس من الهفوات، فإن هذا مما يجب أن يترفع عليه الحاج وأن يكون مشغولا بنفسه يحاسب نفسه ليعود من هناك بزاد من التقوى. إذ الله تبارك وتعالى يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. بل نجد في الكتاب العزيز اقتران الحج بالتقوى أكثر من اقتران أي عبادة في الذكر. إذ الله تعالى يقول: وأتموا الحج والعمرة، إلى أن يقول في خاتمة الآية: واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ويقول بعد ذلك: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ثم يقول: واذكروا الله في أيام معلومات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه
ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ويقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويقول في المدن لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فإذا الحج ذكر مقرونا بالتقوى لحفز الهمم إلى تزود التقوى من تلك المواقف، فالإنسان يؤمر بذلك. على أن الله تعالى يشير إلى حكمة مشروعية الحج عندما يقول ليشهدوا منافع لهم. هذه المنافع متنوعة ومتعددة، من جملة المنافع ما يتزوده الإنسان من هذا الخير العظيم من خلال رؤيته لذلك المشهد الذي يجسد الوحدة الإسلامية التي تربط بين المسلمين، بين قاصيهم ودانيهم وعربيهم وأعجميهم وأبيضهم وأسودهم، لا يفرق بينهم لون ولا يفرق بينهم عنصر ولا يفرق بينهم إقليم، إنما الجميع إخوان في ذات الله يلتقون في ظلال العبودية لله ليقولوا بلسان واحد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية يجب أن لا تكون منبعثة من اللسان وحدها، ولكن يجب أن تكون خارجة من صميم القلب، بحيث يلبي الإنسان داعي الله تعالى في كل أمر في كل دقيقة وجليلة، يقيم على طاعة الله، كما فسرت التلبية بأنها إقامة على طاعة الله، وأن تكرارها تعني إقامة إثر إقامة على طاعة الله حتى تتواصل هذه الطاعة في عمر هذا الإنسان. فيدير بالإنسان أن ينقلب من تلكم الأراضي الطاهرة وقد أدى الحج على هذا النحو إلى أرضه وهو متزود من ذلكم الزاد، زاد الطاعة وزاد التقوى وزاد الاستقامة وزاد حب الخير لجميع المسلمين. على أن في الحج فرصة للاجتماع بين الناس والتعاون بينهم على اختلاف فئاتهم واختلاف طبقاتهم، فبإمكان الفقهاء أن يجتمعوا لدراسة القضايا التي تتعلق بالجوانب الفقهية، وكذلك بالنسبة إلى أهل الفكر بإمكانهم أن يتدارسوا القضايا الفكرية، بالنسبة إلى أصحاب المهن المختلفة بإمكانهم أيضا أن يعنوا بما يعنيهم من خدمة هذه الأمة في لقاءاتهم تلك، حتى تتضافر جهود الجميع على النهوض بهذه الأمة. هذا أمر لا بد منه، وبهذا يكون الحاج أدى رسالته، وتكون هذه الشعيرة المقدسة قد بلغ منها ما يراد من النهوض بهذه الأمة واقتناء الخير والتعاون فيما بين سائر الأمة. هذا أمر مما ينبغي أن لا يفوت الحاج، فلا ينبغي للحاج أن يكون همه تصجد العثرات والتشهير بمن أتاها، إنما عليه أن ينصح بكلمة هادئة هانفة ليس فيها انفعال ولا هيجان للعواطف، هكذا يجب أن يكون الحاج. أقتن بنان، جزاكم الله خير سماحة الشيخ. نأخذ مكالمة الأخ سالم الحارثي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخ سالم. كيف حالكم؟ الحمد لله نشكر الله. أهلا وسهلا. عافاك الله، تفضل الأخ سالم. لدي سؤال عن الفضل. تفضل. السؤال الأول، نلحظ في حديث القرآن عن الحج من قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله إلى قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، نلحظ أن القرآن الكريم كثيرا ما يتحدث يربط بين الحج، ويتحدث في نهاية الآية عن الحياة الآخرة خصوصا في جانب الترهيب، واعلموا أن الله شديد العقاب، الآية الأخرى واعلموا أنكم إليه تحشرون، الآية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يعني ما دلالة هذا الربط بين الحج والحياة الأخرى خصوصا في جانب الترهيب؟ نعم جميل. السؤال الثاني، أصحابنا قالوا بأن التحريم يعني لم يخصصوا تحريم أكل الصيد المحرم، و سؤال الآن لماذا لم يخصص أصحابنا عموم تحريم أكل الصيد المحرم بحديث قتادة الذي يفيد ظاهره أنه إذا لم يصد الصيد من أجل المحرم
فله أكله. أنه إذا كرر الحديث إذا سمحت؟ الحديث يفيد الظاهر أن إذا لم يصل يصل الصيد، أنه إذا لم يصل الصيد من أجل المحرم فللمحرم أكله. طيب. جميل. عندك أسئلة أخرى؟ أحسنت. بارك الله فيك الأخ سالم. ناخذ أيضا الأخ عبد الله السليمي. أخ عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. منكم مشاركة؟ نعم جدا. عندي سؤالاً. تفضل. السؤال الأول، يحجم كثير من طلبة العلم عن قبول استئجار حجة عن الغير، وذلك تورعاً عن التقصير في أداء المناسك، ولأنهم لا يستطيعون معرفة حال المؤجر من صلاح أو غيره، وذلك أمر أدى إلى أن يؤجر الناس الجهلة وأصحاب الجشع من الناس الذين لا يراعون حرمات الله سبحانه وتعالى. فما رأيكم في ذلك؟ وما الضوابط الشرعية لاستئجار حجة عن الغير؟ جميل. السؤال الثاني، بعض العلماء لم يشترط على المحرم إذا لم يجد نعلين أن يقطع الخفين من أسفل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خطب يوم عرفة لم يذكر قيد القطع مع حاجة الناس إليه، فدل ذلك على أن القطع منسوخ. فما رأي سماحة الشيخ في ذلك؟ طيب جميل. عندك أسئلة أخرى؟ شكرا جزيلا أخ عبد الله. نأخذ أيضا الأخ سيف العوفي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله بالخير الأخ سيف. الحمد لله الأخ سيف. الله يسلمك. أحمد كيف حالك؟ الحمد لله. بارك الله فيك. بارك الله. حياك الله الأخ سيف، تفضل. السؤال الأول، يقول عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. فلو كان أحد حجاج بيت الله الحرام أصيب بوعكة صحية في ذلك اليوم وقضى ذلك اليوم بالمشفى، فهل حجه تام أم تلزمه الإعادة؟ سؤال الثاني، من فقد نقوده ولم يستطع شراء هديه، هل يسقط عنه الهدي؟ وهل صحيح ما قيل بأن الحاج لا يأكل من هديه بل يأكل من هدي غيره؟ سؤالي الثالث باختصار، من مقصود على من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه؟ سؤالي الرابع، يكفي الأخصي. يقول عليه الصلاة والسلام أخصي، ماء زمزم لما شرب له، أرجو توضيح ذلك. طيب. وهل هذا في أداء شعيرة الحج أم العمرة؟ جميل الأخصي، بارك الله فيك، شكرا جزيلا على أسئلتك. نأخذ أيضا المكالمة الأخيرة في هذا الدفع الأخ سيف العميري. الأخ سيف معي؟ نعم. تفضل الأخ سيف. كيف الحال؟ الحمد لله. أنا إن شاء الله ناوى أذهب إلى أداء فريضة الحج. تفضل. بعدين؟ ألو؟ نعم معك، نسمعك. ناوي تذهب إلى الحج إن شاء الله، وبعد ذلك؟ في أيام في رمضان بعد صلاة الفجر صابتني جنابة، رجعت أنام وصابتني جنابة، هل علي حاجة؟ حاول توضح سؤالك مرة أخرى. لأن إيش قضية الحج برمضان؟ نويت أذهب إلى الحج هذا السنة. واضح هذا السؤال. وفي أيام بعد صلاة الفجر رجعت أنام صابتني جنابة. أنا أعتذر عن سؤالك، ما يبدو أنه ما واضح كما يبدو لي. صابتني جنابة بعد رجعت أنام بعد الفجر. الآن تريد تسأل عن ما يعني عليك في ذلك؟ علي حاجة في من أيام رمضان؟ جميل جميل جميل، واضح الآن سؤال. أوكي شكرا. جميل. بارك الله فيك. نكتفي على أي حال بهذا، والأخ ما قد يهضم سنؤجله إلى أن ننتهي من هذه الأسئلة. أول سؤال الأخ سالم حارثي يقول، يلحظ في حديث القرآن الكريم عن الحج من قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله إلى قوله تعالى واذكروا الله في أيام معلومات معدودات، يقول يلاحظ في هذا الخطاب القرآني كثرة الحديث عن الحياة الآخرة خصوصا في جانب الترهيب كقوله تعالى واعلموا أن الله شديد العقاب واعلموا أنكم إليه تحشرون، ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما الدلالة التي تشير أو يشير إليها هذا الربط بين الحج والحياة الآخرة؟ الحج هو عبادة من العبادات، والعبادات كلها تصل الدنيا بالآخرة والعمل بالجزاء والمسير بالمصير، من خلالها يستذكر الإنسان الدار الآخرة، ولولا ذلك لما كان لها أثر على النفس البشرية، لأن طبيعة النفس البشرية أنها تتأثر بالتشويق وتتأثر بالتخويف، فهي تتأثر بالترغيب وبالترهيب، ولذلك
نجد في كتاب الله سبحانه وتعالى تشويق الناس إلى لقائه وإلى الفوز بثوابه وتخويفهم من عقابه معا في معرض الأمر والنهي وغيرهما. نقف عند هذه النقطة سماحة الشيخ ونأخذ عبد الوهاب من المغرب. أخ عبد الوهاب تفضل. أخ عبد الوهاب، عبد الوهاب من المغرب، تعود سماحة الشيخ الحديث حتى يأتي المكالمة. فالله تبارك وتعالى يبين أن الذي يدكر هو الذي يخشى الله، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ويقول سيذكر من يخشى. فعلى أي حال، من خلال هذه المناسك وخروج الإنسان عن الأوطان، لا ريب أنه يستذكر الدار الآخرة، فكان حريا به أن يذكر بتلك الدار، وأن يكون حريصا على أن يكون عمله مقربا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا من باب التشويق إلى ثواب الله والتخويف من عقابه، ليتفادى الإنسان التقصير وليحرص على توفية العمل وإيتائه حقه. جزاكم الله خير. إذن الترهيب هو التخويف من التقصير في تلك العبادة. لا أدري إذا كان عبد الوهاب باقي معنا على الخط. أخ عبد الوهاب، هنا سؤال مهم أيضا طرح من خلال هذا. الأخ عبد الوهاب تفضل. الأخ عبد الوهاب. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. كيف الحال شيخ؟ الحمد لله حق حمد. كيف الحال شيخ أحمد؟ بارك الله فيك. الحمد لله، الله يبارك فيك. عافاك الله. لكم شيخ أحمد، يعني عندي بعض الأسئلة إن أمكن إن شاء الله. تفضل. تفضل. نعم، بالنسبة للحج، ما أفضل الحج؟ هل القران أو الإفراد أو التمتع؟ يعني هذا السؤال الأول، بارك الله فيك. طيب. يعني ما هو حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان حجه قرانا أم إفرادا أم تمتع؟ سؤال ثاني، نعرف أن هناك اختلاف بين الفقهاء في مسألة يعني حكم من حج بمال حرام، هل جائز الحج بمال حرام أو لا يجوز؟ يعني على القول الأصح. ثم السؤال الثالث، ما الفرق بين من ترك واجبا أو فعل محرما أو فعل مفسدا؟ لأننا نعرف أن الحج إما محظورات، وإما ترك واجب أو فعل محرم أو فعل مفسد. وهل السعي واجب أم ركن؟ ثم نصيحة إلى محبوكم بالمغرب، يعني هناك ظاهرة أن الحاج عندما يعني يعود من الحج لا يصلي 7 أيام في المسجد، فما هي نصيحة إلى هؤلاء الناس؟ وأمرر لكم الأخ مصطفى إن شاء الله له سؤال. تفضل الأخ مصطفى. أهلا بك أبي مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام الأخ مصطفى. عندي سؤال يا شيخ. تفضل الأخ مصطفى. نعلم بأن زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم من بين الشعائر الحج، فما هو حكمه وما هي آداب هذه الزيارة؟ وشكرا. طيب، السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. بارك الله فيك. شكرا جزيلا لك عبد الوهاب، بارك الله فيك. ماجد القهضمي تفضل. أخ ماجد، عندنا أسئلة كثيرة، حاول تسرع ماجد إن شاء الله. السؤال الأول، تفضل. هل هناك رخصة للنساء بعدم مبيت المزدلفة؟ والسؤال الثاني، ماذا على الإنسان إذا قطع وادي محسر بعد شروق الشمس وذلك بسبب تأخره في النوم، هل يلزمه شيء؟ طيب، شكرا جزيلا، بارك الله فيك. نكتفي الآن، عندنا أسئلة كثيرة. لو قدمنا الأخ عبد الوهاب سؤاله ما أفضل الحج، ثم يسأل في الوقت نفسه عن حج النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان، هل هو تمتعا أم قرانا أم إفرادا؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء محرما بحج، ولكن دلت بعض الروايات على أن آتيا أتاه وأمره أن يدخل العمرة في الحج، ومعنى ذلك أنه كان قارنا صلى الله عليه وسلم بعد أن كان مفردا بالحج، أدمج الحج في العمرة. وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها يدل على هذا، عندما
ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم أن الكل يعود بحجة وعمرة إلا هي. ولذلك لأجل تطيب خاطرها أمرها أن تذهب إلى التنعيم لتعتمر، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة بعدما كان مفردا بالحج، ولكن هذا لا يعني أن القران أفضل، لأنه تمنى أنه لم يسق الهدي، وقد أمر كل من لم يسق الهدي أن يتحلل بعمرة وأن يتمتع بالعمرة إلى الحج، فما كان أمره صلى الله عليه وسلم بذلك إلا من أجل فضل التمتع على غيره. وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فقوله ذلك يدل على أنه يتحسر من أجل أنه فاته التمتع، كان يتمنى أن يتمتع مع المتمتعين وأن يكون لم يسق الهدي ليتمكن من هذا من التحلل قبل وقت نحر الهدي. هذا مما يدل على أفضلية التمتع على غيره من أنواع النسك. سنعود إلى سؤاله الثاني، لكن بعد أن نطرح سؤال آخر، عبد الله السليمي أيضا يقول: يحجم كثيرا من الناس عن أو كثيرا من طلبة العلم عن استئجار الحج عن الآخرين أو الحج عن الآخرين لاعتبارات، منها عدم معرفتهم بمقدار صلاح ذلك الإنسان أو عدمه، أو لأنهم يتورعون خشية الوقوع في الخطأ واكتساب الآثام. هذا بطبيعة الحال أدى إلى أن يتصدى لهذه المهمة بعض الذين لا يحسنون أداء المناسك أو لم تتوفر لهم الأهلية الكافية لهذا الاستئجار. ما هو قولكم في هذه المسألة؟ ما كان ينبغي أن يترك العوام الجهلة يسرحون ويمرحون في هذا الأمر، يتلاعبون بعبادة الناس بحيث يتحملون الحج عنهم وهم لا يتقنون القيام بهذه المهمة التي يتحملها أنها. وما كان ينبغي للذين آتاهم الله سبحانه وتعالى المعرفة والعلم أن يتأخروا عن هذا ليصفو الجو لأولئك الجهلة، إنما كان ينبغي لهؤلاء أن يتصدوا هم للقيام بهذه المسؤولية، والله تعالى يتقبل منهم، لأنهم أرادوا بهذا أن يقوموا بأداء هذه الشعيرة، بأداء حق هذه الشعيرة وحسن أدائها عن الناس. نعم. قد يقول البعض سماحة الشيخ الآن أصبحت المناسك سهلة سلسة، وأصبح الناس يعرفونها من دون أن تكون لديهم حصيلة علمية كبيرة توازي أو تقترب من طلبة العلم أو هي شبيهة بما عند طلبة العلم، هل يكفي هذا؟ كان كلام جهلة. أما بالنسبة إلى العقلاء يدركون أن الكثير يقعون في الأخطاء، هذه الأخطاء التي لا تعد بحساب يقع فيها الحجيج، هل منشأها إلا الجهل وعدم إتقان العمل والقيام به؟ ولو كانوا يتقنون هذا العمل ويتقنون القيام به لكان الواقع خلاف ذلك. نعطي للموقع حظا أيضا. الأخ سلطان بن محمد مسكري يقول: أريد أن أذهب إلى الحج في هذا العام بإذن الله تعالى، ولكن عندي مشكلة، هو أنني أتأثر ملخص كلامه يقول أنه يتأثر عندما يجد امرأة جميلة ويجد نفسه تتفاعل مع ذلك المنظر، بماذا تنصحونه؟ وهل ذلك يعد من عدم الاستطاعة كما يقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. مما ينبغي للإنسان، بل مما يجب عليه، أن يتعود غض الطرف. هذا واجب فرضه الله تعالى على المؤمنين والمؤمنات: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فما له ولجمال النساء ومن مالئ عينيه من شيء غيره، ما لا يعنيه هو، يجب عليه أن يترك هذا الجمال لمن أحل له وهو محرم عليه، إنما عليه أن يكتفي بالجمال الذي عنده الذي يحل له، وألا
يسرح لبصره العينان، وإنك إن أرسلت طرفك رائدا لعينك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. النظرة يعقبها ما بعدها وهي سهم مسموم، فعلى العاقل أن يتقي الله سبحانه وأن يعتاد غض البصر وأن يستحضر في ذلك الموقف العظيم وفي غيره من المواقف المثولة بين يدي الله عليه أن يملأ قلبه بخوف الله سبحانه وتعالى وباستشعار الوقوف بين يديه والحساب على القليل والكثير مما يقدمه في حياته هذه، وعليه أن يستشعر هول الحساب وأن يستشعر شدة العذاب وأن يستشعر عظم الثواب، كل ذلك مما يجعله يزهد في هذه المناظر ولا يرسل بصره لاكتلائها، فليتق الله ربه. جزاكم الله خير. سؤال أخير قبل ربما بقي دقيقة، الأخ عبد الوهاب من ضمن أسئلته يقول: خلاف بين العلماء في حكم من حج بمال حرام، ماذا ترجحون في هذا المسألة؟ المال الحرام ليس بمتقبل قط. الله سبحانه وتعالى عندما حرم الحرام لا يمكن أن يتقبله، لا يقبل الله صدقة من غلول كما جاء في الحديث. ولئن كان الحق سبحانه وتعالى يقول: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، فكيف إذا كان هذا الخبيث خبثه بسبب كونه حراما؟ لا ريب أن الله تعالى لا يتقبله، وعلى هذا الإنسان أن يتقي الله ربه وأن يتخلص من هذا الحرام وأن يحج بالمال الطيب الذي يتقبله الله تعالى منه. لو تجاوزنا في أيضا في نصف دقيقة إلى سؤاله الأخير الذي كان هو عبارة عن نصيحة فقط يطلبها لمن يظن، ربما عرف غريب قد يكون بين بعض الناس، أنهم عندما يعودون من حج لا يصلون 7 أيام في المسجد. الحاج عليه أن يرجع بتقوى الله سبحانه وتعالى، والصلاة في غير المسجد مع سماع النداء في المسجد مما يتنافى مع التقوى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع النداء إلى الصلاة فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل له: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض، فليس له أن يصلي في بيته وهو يسمع النداء. جزاكم الله خير سمعت شيخ. الأخ سالم الحارثي والأخ عبد الله والأخ سيف العوفي أيضا والأخ عبد الوهاب والأخ مصطفى، بقيت يعني في لكم أسئلة ولكن لم نتمكن من طرحها، ونتمنى أن نطرحها في الحلقة القادمة بإذن الله. جزاكم الله خير سمحة الشيخ على هذا العطاء الطيب. نشكركم أعزائنا الكرام على حسن المتابعة والإصغاء، ونلقاكم بحول الله تعالى وتوفيقه في حلقة عامة ستكون إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.